عم حسن، عم حسن، يا عم حسن. عمر تعرف طريقنا ازاي؟ اللي يسأل ميتوش يا رجل. طيب يسأل ميتوش. امال النوسه فين؟ ها الفرقه فين؟ معزومين بره النهارده. معزومين فين؟ عند واحد زبون كده ابن عمده. طب وزي سيبوك لوحدك كده عم حسن؟ لا، ما هي نوسة ما كانتش عايزة تسيبني، بس أنا ضغطت عليها وقلت لها تروح عشان خاطر الفرقة. طب ما قالوش هيرجعوا إمتى؟ على ما يتعشوا ويسهروا شوية. يعني العزومة دي فين يا عم حسن؟ والله يا ابني ما أعرف. يعني مش في البلد هنا؟ لا مش في البلد. ليه بقى؟ لأن ابن العمدة بعت لهم عربيات عشان تاخدهم. إنما أقول لي بصراحة، أنت عرفت هنا إزاي؟ قلبي، قلبي دليل يا عم حسن. اتفضلي انزلي يا ست الكل. مش نازله. لا لا لا، ليه الدلع والدلال ده كله؟ خلي شويه دلع ودلال لما تخش على الشناوي بيه. قلت لك مش نازله. يلا رجعوني احسن اصوت والم عليكم الناس. شوفي بقى، تصوتي مهما تصوتي كل البيوت اللي هنا تبع الشناوي بيه محدش هيسال فيك. هو الشناوي بتاعك ده عايز مني ايه؟ هيعوز منك ايه يعني؟ شويه دلع على شويه مغنه على شويه رقص، وكل عام وانتم بخير. وانت جيت وخلاص، ده الشناوي بيه ايديه سخيه قوي، وانت هتاخدي منه شيء وشويات. اتفضلي يلا يا قشطه انزلي. قلت لك مش هنزل. يعني مش هنزل؟ لا هتنزلي بقى وبالعافيه. يلا انزلي. واد اسيب ايدي. اوعي انزلي. يلا خش معايا. شدي على خشي. يلا اتفضلي. ايدي منك. خلاص كل اتفضلي. هي دي الرجوله يا شناوي بيه؟ تسمعوا الحريم من بين اهاليهم؟ معاش ولا كان اللي يعمل كده يا ست الكل؟ انما انت واقفه ليه؟ ما تقعدي. مش قاعده. فين بقيت ناسي؟ وهي الروس هتتساوى ولا ايه؟ هما ليهم قعدتهم واني وانت لينا قعدتني. ما تفتكرش انك هتقدر تستفرد بيا يا شناوي بيه. انا واحده حره ومحدش يقدر يلمس شعره مني غير بكيفي. واني خدام كيفك ده يا ست الكل؟ انت عايز مني؟ عايز نقعد مع بعض قعده انس وفرفشه. يعني ايه يعني؟ انت مش كنت بترقصي هناك في المولد وبتغني للزباين بتوعك؟ اهو اللي انت خدتيه من الزباين ده كله كوم، واللي انا هديهولك وقده مرتين كوم تاني. بس ترقصي لي يعني لوحدي؟ وبعد ما اغني لك وارقص لك ان شاء الله هناكل لقمه ونشرب كاسين، وبعد كده ترجعي زي ما جيتي معززه مكرمه. بشرفك. وايه لازمته بس الحلفان دلوقتي؟ انت مش مأمنالي ولا ايه يا ست الكل؟ يعني مش راضي تحلف؟ ما انا قلت لك محدش يقدر عليا غير بكيفي. احلف. خلاص بشرفي، احنا نشرب كاسين مع بعضينا الاول تسلطني عشان تعرفي تغني وترقصي وانت مزاجك رايق. ما بشربش. خلاص اشرب انا. وعندك مزيكا ارقص عليها ولا هتطبلي؟ هيني مفيش حاجه مش موجوده، كله موجود ومتسجل كمان اللي انتوا بتغنوه عندكم في الفرقه بتاعتكم دي على الموبايل. والله انا هسمعك بنفسي. انا شايف ان زي ما رحنا زي ما جينا. ولا كنا زفر ولا تعشينا، جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطره. منابدي اللي راجع معدته بخصم بعضها. حقا، بس البيت نوسه كان عندها حق، وانا برضو كان قلبي حاسس، والنبي انا قلت ما نروحش، بس انتوا اللي طفستوا. هي فين نوسه وخربوش؟ زمانهم بياكلوا محمر والمشمر وانا معدتي بتغني ظلموه. مش لما نطمن على نوسه الاول وبعد كده نبتدي القر يا جمالات؟ هي اجرالها ايه نوسه؟ ده معاها اخويا بسم الله ما شاء الله اسد. بلا نيله، ما هو ده اللي مش مطمن. تقصد ايه انت يا مشمش؟ بقول لك ايه يا جمالات، اخوك خربوش ده سبب المصايب كلها. يبيع امه وابوه عشان خاطر القرش. يبيع امه وابوه اه، لكن اخته لا. مساء الخير يا جماعه. ايه ده؟ مش عمرك. انا مش قادره اصدق عينيا. ليه؟ وحشني. ازيك يا عسليه؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا مشمش؟ الحمد لله انا كويس. الحمد لله على السلامه. عاملين ايه؟ ازيك يا جمالات؟ الله يسلمك. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. امال في النوسه؟ انا مش شايفها معاكم يعني. تكنيلة عليك وعلى نوسه في ساعه واحده، بدل ما تسال عليا جد.
سيبنا امشي بقى. تمشي؟ تمشي تروحي على فين؟ هروح على فين؟ مطرح ما جيت. طب ما تقعدي تاكليلك لقمه وتشربي لك كاسات. مش تدفع اللي عليك الاول؟ وهي الليله خلصت. قصدك ايه؟ قصدي ان انت مش هتمشي من هنا الا بامري. هو ده الحلفان اللي حلفت عليه بشرفك يا شلناوي؟ اوعي تكوني صدقت يا بنت ان انا احلف بشرفي والواحده غازيه زيك. ايوه كده بان على حياتك يا عره الرجاله. هاني عره الرجاله يا بنت المركوب؟ انت يا بنت مش عارفه بتكلمي مين؟ لا مش عارفه بكلم مين، عرفني. تعالي ترزعي هنا، ومرة تانية هتطولي لسانك علي، هخلي رجالة اللي برا دول يذبحوك ويرموك للكلاب. قلتلك ادفعي واشربي لك كاسات، وإلا قسما عظما ما تدريش إيه اللي هيحصل لك يا بنت الفرطور. يعني محدش فيكم يعرف بلد ابن العمدة دي اسمها إيه؟ الله، ومالك ملوف عليها قوي كده يا باشمهندس؟ ما هو ما دام الناس دول عملوا فيكم الحركة دي ورجعوكم من غير ما يعشوكوا، يبقى ابن العمدة ده نيته مش سليمة. يا سلام، ايه يعني نيته بالسليمة؟ هيعمل فيها ايه؟ وبعدين معاها اخويا خربوش. خربوش؟ هو خربوش ده عارف يعمل حاجة؟ لا عندك، ما تجيبش سيرة اخويا بالطريقة دي. كلام الباشمهندس مظبوط يا جمالات. يا جمالات، الناس دي لو نيتها صافية على الأقل كانوا عشونا، ولا كانوا خدونا المكان اللي خدوا فيه خربوش ونوسة. افتكرت. افتكرت ايه؟ ايه؟ البلد اللي كانوا هيعزمونا فيها اسمها كفر الهنود الهندي الهنادو. الهنادو يا باشمهندس. انا اول مره اسمع عن البلد دي. خربوش انت جاي لوحدك؟ يوه، امال فين نوسه؟ نوسه فين يا خربوش؟ خربوش يعني انت ما تعرفش اخذ نوسه على فين يا خربوش؟ اخذت المرزبه على نفوخ، ما درتش بنفسي. مرزبه ان شاء الله هم اللي ياخدوا مرزبه في قلبهم وفي صرصور ودنهم كمان. يا خربوش ركز معايا، بعد ما اتضربت ما تعرفش ودوها على فين؟ ضربت ايه مالك؟ خربوش ما بتضربش. وبعدين مين انت هربان ولا انت؟ بقولك ما اعرفش. ايه ده بس يا خربوش كده وفوق وقول لنا، ما تعرفش السكه لحد الحته اللي ضربوك فيها؟ عارفها طبعا. خلاص خدنا لحد هناك واحنا نسال بقى على كفر الهنادوه ده. يا جدعان حسوا بيا، انا عايز اريح الجت، عايز اكل لقمه بس بطوله يا جمالات. حاضر يا حبيب اختك، هعمل لك تاكل. الله جريه يا استاذ، ما تخلي عندك دم شويه، مش شايفه مش قادر ياخد نفسه، عمال تقول له يا فين يا فين يا فين. نجيب لك حته من قطاره تديها الكلب ولف يدور لك عليها في البلاد. طب حتى اوصف للبشمهندس نمشي ازاي؟ اوصف لمين يا؟ للبشمهندس اهو على يمينك اهو. جنبك يا اخويا اهو. اه تعال اوصف لك، اقول لك هي مع مين وتلاقيها ازاي.